بسم الله الرحمن الرحيم. يسن للمسلم أمور كثيرة في الصوم، منها: أولا، يسن إذا شاتمه أحد أو قاتله أن يقابل إساءته بالإحسان ويقول إني صائم، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. ثانيا، يسن للصائم السحور، لقوله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. ثالثا، يسن تأخير السحور لما روى البخاري عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. رابعا، يسن تعجيل الفطر. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. خامسا، يسن أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، لأنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. سادسا، يسن إذا أفطر أن يقول ما ورد، والذي ورد هو التسمية، وهي واجبة على الصحيح لأمره صلى الله عليه وسلم. وورد أيضا أن يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وقد وردت أحاديث في فضل دعوة الصائم، منها عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 دعوات لا ترد: دعوة الوالد، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة، يعني في رمضان، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة.